رجعنا لكم تاني، وحقيقة انا معجب جدا بكلام الشاعر الجميل و لازم هتخليه يقول شعر، لازم يقول شعر، لازم الشعر. احنا دلوقتي بنكتشف، واذا كانوا قفلوا في الكليات عندكم المدرجات احنا فاتحين هنا علشان نسمع الشعر. تعرف تقول لنا شعر؟ المايك معك. ايوه، طالما الاغنيه اللي فاتت قفلت بجيشنا لازم نبدا بجيشنا. ماشي تمام. هنقول جيش بلدنا، جيش بلدنا يا حمينا، يرافع راسنا بين قاعدينا، يا جايب حق مرجع سينا، بدم محمد ودم مينا ودم جدودنا اللي قبلينا، علشان ولادنا، علشان ولادنا اللي بعدينا. انا شايف عدو مستنينا، يلا نعرف مين اللي غوينا، واخد عقولنا وسارح بينا، عمر الخلاف ما هينسينا، اننا في الاصل من بعضينا، وكمان نطلع من وسطينا راجل شجاع يعدي بينا، يكون شهم ويشوف امانينا، يحبنا ويخاف علينا، ونكون معاه وكمان اهالينا، من اكبر شارع لاصغر حاره من حوارينا، ويكون اسمه اول حرف من اسم سينا، سيسي. لا انت كده يا معلش، راجل بيعبر عن رايه بقى. راجل من معانا عمرو من القاهره. يا استاذ عمرو معانا على التليفون. عمرو من القاهره، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ عمرو. انا طبعا متابع حضراتكم، بس انا معجب بالكلام اللي قاله الكابتن ايمن يونس جدا. اشكرك. ويمكن هي اهم نقطه بس برضو توضيحا او استكمالا لكلام الكابتن ايمن، وهي كلمه استمرار المسلسل الدراسه والعشوائيه في القرارات. انا بس مربوط بكلمه العشوائيه دي، طبعا العشوائيات الموجوده دي ما نتيجه قرارات خاطئه، ولكن النتائج بتاعتها اللي احنا عايشين فيها نتيجه القرارات الخاطئه دي. وده استمرار المسلسل للعشوائيه ده. يمكن القرار بتاع بكره، انا عايز اسال تكلفته كام؟ وهل يا ترى ده مخطط ليه ولا مش مخطط ليه؟ بس هي دي ده كلام أحنا. ده كلام محترم، ده كلام حقيقي. بس حقيقي نقول ان تكلفه الانتخابات الرئاسيه مقدره من قبل الحكومه بمليار جنيه، المفروض دي كان على يومين، فهل اذا اضافوا اليوم الثالث نسبه وتناسب يبقى تزيد 500 مليون؟ دي بقى ناخد علياء من المنوفيه. مش اخير يا علياء. علياء وطي التلفزيون. مساء النور. ممكن توطي التلفزيون؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن توطي التلفزيون؟ انا وطيته خالص. يلا قولي بقى براحتك. ازيك يا كابتن شوبير؟ ازيك انت؟ والله انا على فكره انا زملكاويه. وايمن يونس زملكاوي، ومدحت العدل زملكاوي كمان، عشان تعرفي بقى المعاناه اللي انا بعانيها. يعني انا زملكاويه وبحب الاهلي علشان كابتن شوبير والخطيب والجماعه الحلوين اللي يفتحوا. ربنا يخليك يا ست الكل. قولي عايزه ايه؟ الاستاذ محمد هو بيقول المشير السيسي ينقي فريقه من الاهلاويه. ليه يا ست؟ ده هزار هزار. شفت الكلام وعملت لنا قلت لك يا استاذه علياء. ايوه 99% من كلامنا في الحاجات دي هزار، او 100% كمان هزار. عارفين الناس مشدوده جدا طول اليوم، فبنحاول ندعبكم يعني، فانسي الجمله دي. يلا خش في الموضوع. وانا برضو استكمالا للمداعبه، هي النهارده سي بي سي 2 العائله. ايوه سي بي سي 2 العائله. الدكتور مدحت العدل وحضرتك وطبعا القمه الاستاذ محمد علي. طيب تمام. والله احنا متمتعين بالصحبه دي. انا متابعكم، والاستاذ محمد يمكن عارف انا من اصدقاء. مساء الخير. اشكرك. المهم على المد اللي حضرتك، المد على التصويت وكده، يعني معلش هي مش للرافدين. هي للرافدين ازاي؟ انا ابني شغال في الغردقه، عشان انا قاعده في شبين الكوم فيه. لو هيجي من هناك ب 100 جنيه ويرجع ب 100 جنيه، ده هو ما جابش ال 200 جنيه دول في اسبوع. يا سلام. هو ده الكلام الواقع. هي مش للوافدين ولا خدمه خالص. هو حسب ما علمت انه غدا المواصلات بالمجان. ده مؤكد بالنسبه لي. سوبر جيت توزيع تذاكر مجانيه. سوبر جيت بالمجان، وانه كمان القطوره بالمجان حسب ما علمت يعني. تم اعلان كده. شكرا عليها. معايا على التليفون محمود ادريس من الاقصر. مساء الخير يا ابو حنفي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الخبير السياحي محمود إدريس. الدكتور مدحت يعرف، والكابتن شوبير أنت أستاذ محمد ما تعرفش. أنا عندي الحاج أحمد إدريس أخويا الكبير، عامل القلب مفتوح وكل العيلة هنا. فقبل ما أنسى بس بسلم طبعا على صديقي وأخويا الكابتن خالد بيبو والفيلسوف الكابتن
ايمن طبعا يونس الراجل القدوه الزملكاوي المحترم اللي انا عارف انا اهلاوي صميم بس النهارده مفيش اهلي زمالك اسماعيلي احنا كلنا مصر كلنا عايزين نعمر بمصر بر الامان عشان خاطر يعني مصر كلنا بقول لكل اخواتي على مستوى جمهورية مصر العربية انزلوا بكره انزلوا بكره ارجوكم انزلوا بكره انت عارف طبعا يا محمد الدكتور مدحت يعلم تماما والكابتن احمد شوبير زاروا الحاج احمد انا عندي مشكله كبيره عيلتي كلها هنا في القاهره واخواتي البنات وست امي الكبيره وكلنا عايزين نشارك العرس اللي هو انا بقول عليه ان هو اهم حدث في العصر الحديث لجمهوريه مصر العربيه وقبل ما انسى برضه برحب بالشباب المحترم اللي هم مشرفين الاستوديو اللي هم انا بقول عليهم ان هم مصر الحديثه الشباب المحترم اللي هم هيقيدوا يعني انا بقول ان هم شعله مصر القادمه فانا انا انا بقول شكرا للجنه العليا للانتخابات لمد يوم بس ليه ما كانش لغايه الساعه 12 او 1 بالليل عشان خاطر احنا مدن ده اللي احنا قلناه يا استاذ محمود وكنا نتمنى اللجنه تاخد بيه بس خلاص يعني وبشكرك استاذ محمود ادريس من الاقصر معانا الاستاذ محمد من القاهره من الجيزه استاذ محمد ايوه اهلا وسهلا استاذ محمد اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا محمد بيز يا حبيب ايام الحداشر اهلا وسهلا استاذ محمد اتفضل سامعين عليكم جميعا مساء الفل والله انا سعيد بيكم يعني الباقه الجميله ديت اللي هي يعني بتابعها باستمرار انا من رجال التربيه والتعليم يا استاذ محمد اتفضل يا فندم معاك دكتور مدحت العدل قول على طول من رجال التربيه والتعليم ليك مناشده او سؤال ايوه يا فندم يعني انا بس يعني انا كان يعني عتابي على المجموعه اللي موجوده كان المفروض يعني طالما بنتكلم في التعليم كان وجهه نظري ان يكون واحد يعني ليه خبره في مشاكل التعليم او متمرس عليها ده احنا مش عاملين حلقه عن التعليم يا استاذ محمد هي جت بالصدفه ان حد عرض لكن تاكد ان احنا هنعمل حلقات عن التعليم هيبقى معانا خبراء وحضرتك يا ريت تشرفنا ان شاء الله شكرا يا استاذ محمد مصطفى مساء الخير النور اهلا بيك يا درش بسلم على الاستاذ محمد علي خير والدكتور مدحت وكابتن خالد وكابتن ايمن اهلا وسهلا وانا اللي برد عليك كابتن شوبير معاك محمد انا اللي بقول لك ازاي ده الراجل اللي صاحب البيت واحنا بنقول انا اللي بقول لك ازاي كابتن ده انت حبيبي والله ازيك يا درش اتفضل دلوقتي انا بس عايز اتكلم كام نقطه كده على الانتخابات ده مصطفى ده صديق برنامج كده مصطفى حلوان مش كده؟ انا اقسم بالله العلي العظيم المره دي اكتر من المره بتاع الاسترتاء الدكتور من الناس اللي انا شايفها في لجنتي ولجنه جدتي ولجنه الناس اللي انا بوصلهم او بوديهم اللجان اقسم بالله العلي العظيم العدد اكبر من غير اي حاجه ثانيا في شباب كتير عشان بس الحمله اللي ماشيه ان ما فيش شباب نازل ما فيش شباب بينزل او في شباب كتير مقاطع احنا بس عشان نواجه المشاكل لازم نعرف ان دي موجوده بس في شباب كتير نزل وانا رايي او رساله بوجهها للناس اللي بتقول مقاطعين او مش مقاطعين طب انت لو انت شايف ان الاغلبيه احنا ارتضينا بالديمقراطيه وعايزين راي الاغلبيه وانت شايف ان الاغلبيه بتوع مصر زيك او عايزين يبطلوا او مش عاجبهم لا ده ولا ده سواء المرشح السيسي او حمدين صباح طب ما تنزل وابطل صوتك يبقى انت لو طلع صوتك فعلا في كتير باطل يبقى ده هيبان في النسبه المئويه للباطلين يبقى ساعتها انت يبقى ليك حق ان انت تتكلم لكن ما تيجيش تتكلم وتقول ان مفيش انتخابات وانت اصلا ما نزلتش او ما شفتش الناس او ما عملتش قاعد على الفيسبوك وياما انت اتلسعت اكتر ناس اتلسعت اللي هم الشباب الثوريه كلهم اتلسعوا بيقعدوا يتكلموا على النت ويلاقوا راي الشارع راي الشارع ضدهم راي الشارع ضدهم انت عايز توصل للناس انت توصل لهم تحت والانتخابات انا شايف ان الفيديوهات اللي ماشيه مسربه يا كابتن سامعينك الفيديوهات اللي هو الفيديو اللي شفناه مسرب لبطاقات التسويد اللي هي التسويد اللي عمال يقول لك تسويد بطاقات طلع مزور خلاص اتكشف في ساعتها يعني هو حاجه بالعقل يعني هو واحد في الجيش واقف بيسود بضاعه وواحد تاني قاعد بيعمل والكاميرا كده ما حدش شايفها النتيجه يعني خلاص واتقال فيها ان ده فيديو مزور خليني اخد سعيد من القاهره مساء الخير استاذ سعيد ايوه السلام عليكم. السلام ورحمة الله، اتفضل يا أستاذ سعيد قول مداخلتك. والله سيادتك التعليم بحد ذاته كان في زمان المدارس اللي هي العسكرية والم...
المدارس الزراعيه والمدارس الصناعيه. نعم. دلوقتي ما بقاش في حد بيهتم بالحاجات. هو بعد اذنك يا سعيد، حلقه النهارده مش على التعليم، ده هي متابعه للانتخابات الرئاسيه. خلينا بس اخد رايك في مد اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه اليوم ثالث للتصويت. طب مع هذا القرار؟ هو قرار غلط فعلا، لان المغتربين معروفين ان هم مغتربين من الاول، وقالوا لهم يعني نعمل لكم تصويت وكده. بشكرك استاذ سعيد، انت ترى ان القرار مغتر. اتفضل شارك. انا محمد العسوي، طالب اعلام، بحب ارحب بحضراتكم اول حاجه. تاني حاجه، انا لو هتكلم عن شعب كامل، هتكلم عن مصر وليس بالتحديد، لا هتكلم عن داخليه ولا هتكلم عن شرطه ولا هتكلم عن تعليم، انا هتكلم عن بناء مصر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ان الرئيس القادم المشير السيسي او الاستاذ حمدين صباحي ايا كان، يعني هم ايا كان اللي نجح منهم، المشير السيسي مثلا، انا طلعت واديت صوتي ليك، او طلعت واديت صوتي للاستاذ حمدين، ان يكون اهلا للثقه، ان يكون اهلا للثقه، تمام، ان يرعى الشعب المصري في كل متطلباته، يشوف الحاجات الناقصه. اي مواطن مصري، سواء عامل سواء وزير، اي مواطن ايا كان ايه شغله ايه رتبته، لازم يتعامل في الوظيفه اللي هو شغال فيها بضمير، يرعى ربنا فيه. ده المواطن يعني. المواطن عليه دور، او العامل ايا كان، ايا كان انسان موظف عامل في مصر لازم يتقن وظيفته، لازم يعمل بضمير. طب اخد بس، اتفضل حضرتك، كنت عايز تشارك حضرتك. بس انا عايز اسال يعني، تعرف بس حضرتك امتى ممكن محمد فاروق مع حضرتك بسال امتى مصر اللي هيديرها العباقره، من اول رئيس الجمهوريه لغايه اصغر مؤسسه في مصر. في عهد كلينتون كانت هي الطفرة الاقتصادية اللي حصلت في أمريكا، كانت في فترة كلينتون، اللي علم كلينتون الاقتصاد وأستاذه والراجل طلع كرمه كان أستاذ مصري عايش في أمريكا. إمتى الناس العباقرة اللي في مصر يلاقوا فرص، وما يحصلش إن احنا بنشوف الهروب بتاعة الناس اللي هي المحترمة من مصر ويسيبوا مصر، وأخرها المخترع الصغير اللي خرج من السجن وراح أمريكا وقال أنا مش راجع تاني. بس ما كانش في السجن، ما اعرفش اللي انا عارف ان هو يعني اتحبس ايا كان. انا هرد على حضرتك بس بالرد اللي قال المشير السيسي عن هذا المخترع الصغير، قال بلدنا بلد طارد، نتمنى ان تتحول لبلد جاذب، خلاص، عشان المخترع اللي زي المخترع ده لما يسافر يرجع تاني لمصر، وده دورنا اللي جاي ان شاء الله. احنا معانا اكرامي من القاهره. اكرامي الخط ده. ابو حميد مساء الخير. الخير يا فندم. مساء الفل عليك. انا اسمي احمد من المنيا الاول. اهلا بيك يا ابو حميد، اتفضل. الله يخليك. انا بمثل على الساده الضيوف والكابتن شوبير والاستاذ محمد الاعلام الكبير ودكتور مدحت العدل. اكيد طبعا، اكيد اكيد. اتفضل يا ابو حميد. كان ليا تعليق على الانتخابات بعد اذنك، نقطتين بس مش اكتر ولا اقل. واحد، اول واحد، باذن الله مد الفتره الانتخابيه دي ده قانونا. الثانية حضرتك، فرض غرامة على الشعب ال 500 جنيه ديت برضه قانونا، ولا هم مدوا الفترة الانتخابية ديت عشان أي حد مصر يخاف من ال 500 جنيه فيروح ينتخب؟ شكرا. تمام. معانا بولس من القاهرة. أيوه يا بولس. ألو، مساء الفل يا دكتور. مساء الفل يا أستاذ. والله يا دكتور، مساء الخير يا كابتن شوبير، ومساء الفل يا صديقي بولس. أهلا بيك. مساء الفل على الجميع يا رب. والله انا مبسوط جدا من برنامجكم دون، وان انتوا لامسين الشارع لمسه جميله جدا. الحمد لله. اولا يا كابتن شبير، دكتور محمد، احنا كنا منتظرين يوم الاستحقاق دون ده، كان اصلا اعجاز ان هو يتعمل. دي حاجه يعني كنا حاسين بقلق، وكنا حاسين في مشاكل هتيجي، وفي حاجات كثيره جدا. فالحمد لله رب العالمين ان الحكايه دي ما حصلتش، ما فيش حاجه حصلت. فدي حاجه يعني تخلي الشعب ينزل بكثافه، يعني كثافه اكتر من كده بكتير. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا عايز بس اسال سؤال دلوقتي حضرتك، ال نهايه الانتخابات الفرز هيبقى يعني امتى، والتنصيب ان شاء الله امتى؟ شكرا بولس. عندنا ضيفين مهمين، كابتن ايمن يونس، كابتن خالد بيبو، عندنا اسئله كتير وعندنا شباب كتير عايز يسال. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نتواصل في هذا الحوار الهام جدا اللي تطرق لقضايا كثيره جدا مع ضيفنا العزيزين، وايضا شبابنا ضيوفنا اللي منورينا.